بهدف تسليط الضوء على أهمية المياه كمورد حيوي للشعوب وكيفية الحفاظ عليها، شاركت وزارة الكهرباء والماء الدول العربية في الاحتفال باليوم العربي للمياه الذي حمل هذا العام شعار الترابط بين الماء والغذاء والطاقة استدامة للحياة، في دلالة على أن المياه عصب الحياة كغيرها من الموارد. وانتهز وزير الكهرباء والماء الفرصة حيث أعلن عن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء. جميع الجهود هذه لا يمكن أن تستكمل إذا لم يكون هناك قيمة يشعر فيها الفرد، سواء المواطن أو المقيم، بقيمة الكهرباء والماء. يمكن هذه مناسبة اليوم أني أنا أعلم فيها أن اليوم عرضنا استكمال قانون زيادة التعرفة الكهربائية والماء في دولة الكويت بناء على القانون اللي تم إنجازه في المجلس السابق، مجلس الأمة السابق. بالنسبة للقطاع الاستثماري راح تكون الزيادة من فلسين، راح تصبح 5 فلوس بالنسبة حق القطاع الاستثماري. بالنسبة حق القطاع الحكومي راح تكون بالحد الأقصى للتعرفة حسب القانون 25 فلس. بالنسبة حق القطاع التجاري راح تكون 5 فلوس نفس القطاع الاستثماري. بالنسبة حق القطاع الصناعي والقطاع الزراعي راح يكون فيها فئتين، فئة منتجة وفئة غير منتجة. المصانع والمزارع المنتجة راح تكون 3 فلوس، المصانع والمزارع الغير منتجة راح تكون 5 فلوس. طبعا هذه راح تكون بناء على شهادات تصدر من الهيئة العامة للصناعة أو من الهيئة العامة للزراعة. بالنسبة حق القطاعات الأخرى اللي لم يتم ذكرها في حديثي راح تكون 12 فلس، اللي هي طبعا الشاليهات والجواخير وما شابه ذلك. طبعا هذا كله لا ننسى أن القطاع السكني مستثنى من الزيادة. الماي راح يكون تعرفة ثابتة. بالنسبة حق القطاع الحكومي راح تكون 4 دنانير للـ1000 جالن. بالنسبة حق الاستثماري والتجاري راح تكون 2 دينار. بالنسبة حق الصناعي والتجاري راح تكون 1.25 دينار. بالنسبة حق محطات تعبئة المياه راح تكون 500 فلس. الاحتفالية تضمنت عروضا مسرحية ومرئية تبرز الحاجة الماسة للمياه بأسلوب توعوي يساعد في مواجهة التحديات التي تهدد هذا المورد الحيوي، ومن أبرزها الإسراف في استخدامها. تحدياتنا للمحافظة استخدام المياه الجوفية واستخدام مياه التحطير لتوفير المياه الشرب وتوفير كل احتياجات المياه. التحدي الثاني اللي تحدينا مثل ما قلنا الندرة، والتحدي هو استهلاك المياه. هناك إسراف في استهلاك المياه كثير جدا، خاصة من قطاعات يعني الخدم والقطاعات البسيطة، لأن ما يحسون بقيمتها ولا يحسون بتكلفة تتكلفها الدولة لإنتاج هذه المياه. التحدي الثالث اللي هو محافظة على المياه بالتطوير وتطورات البحث العلمي. حرصوا على توصيل رسالة للمواطن بعملية الاهتمام بالمحافظة على المياه، ولدينا برامج كثيرة وبشكل دوري نقوم فيها من خلال تواجدنا في المولات وتواجدنا أيضا في المدارس، يعني وأيضا نستقبل في وزارة الكهرباء كثير. يعني اليوم استقبلنا جامعة AUM وشرحنا لهم عن كل الأمور التي يستطيعون فيها ترشيد المياه. وزارة الكهرباء والماء من خلال هذه الفعالية توجه رسالة لكل مستهلك بحتمية المحافظة على نعمة الكهرباء والماء لتستمر الحياة وتدوم للأجيال القادمة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.